السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، موضوعنا اليوم بيحكي عن رسالة جديدة عم تطلع بجوجل أدسنس. وقت اللي أنت بتفوت بدك تضيف طريقة دفع تحطها عندك في جوجل أدسنس يطلع لك هاي الرسالة. مع العلم وقت أنت بتفوت على حساب جوجل أدسنس بتلاقي أمورك كلها تمام، لا بيكونوا حاطين لك رسالة انه بالاحمر مثلا انه اثبات هوية او في اثباتات لازم تعملها او في اجراء لازم تعمله، بتلاقي الحساب نظامي ما في اي مشاكل، يعني طبيعي، يعني مو حاطين لك انه في رسالة فيها مشكلة، لا. فالمشكلة هي شوفوها اللي هي الرسالة عم تظهر بعد ما تحط انت المعلومات تبعك بجوجل ادسنس بيطلع لك هاي الرسالة تحت انه في هذا الغلط. انت بتطلع انه يعني غريبة، يعني شو هذا، يعني شو هذا، شو الرسالة، انا شو لازم ساوي، لا بعتي لي ايميل شو اعمل، ولا بعتي لي ولا حطي لي رسالة انه شو لازم اثبت انا، فشو هي الرسالة، بتستغرب انت شو هي يعني. فانا رح اشرح لكم هلا بالفيديو ان شاء الله شو هي هي الرسالة وشو هو الحل تبعها ان شاء الله. تمام حبايبي، يلي عندي جديد بالقناة اشتركوا بالقناة واعملونا لايك وشاركوا الفيديو حتى يوصل اكبر عدد ممكن المشاهدات. ما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش. تمام تفرجوا هلا هاي صفحة الادسنس الرئيسية تبعنا. نحن لازم هلا نفوت على طريقة الحصول على الدفعات مشان نضيف إضافة طريقة الدفع، نكبس عليها. تمام هلأ هون فتح لي على اللي هو إضافة طريقة الدفع. تمام بعد ما فوت على هاي الصفحة بنحط هون المعلومات، الاسم، بعدين الإيبان، بعدين بنحط هون الرقم البي اي سي. تمام بعد ما نحط كل هالمعلومات هي كلها اللي بده اياها مشان طريقة الدفع، نحن رح نجي نكبس بقى هون عنا تحت عنا على كلمة حفظ. وتكبس على كلمة حفظ اتفرجوا شو حيطلع لي رسالة تحت. هلا رح احط لكم زوم عليها، تفرجوا شو بيعطيني رسالة. شايفين شو عطاني؟ عم يقول لي انه في خطأ ظهر، واللي هو الخطأ اللي موجود عنا تحت هون مثل ما كنتم شايفين ب ا اي ها شخطة 10. عم يقول لي انه هذا الخطأ ظهر. انا وقت اللي ظهر عندي هذا الخطأ استغربت يعني انه شو القصة. ما راح اطول عليكم، تواصلت مع فريق ادسنس وسألتهم على الموضوع. الموضوع شو هو؟ الموضوع انه انت وتجي بتضيف حسابك البنكي يوم السبت او يوم احد، يوم سبت واحد هن بيكونوا معطلين. تمام وهي العملية معناتها انه انت عم يطلبوا منك، عم يقولك انه في ايرور بهي المشكلة، انه انت لازم وقت بدك تضيف رقم الحساب البنكي لازم يكونوا هن بالدوام. ليش؟ لانه انت وقت حتفوت تضيف هي القصة هن رح يبعتوا لك تأكيد انه هن ضاف الحساب ووصل الطلب. بعد ما يوصلهم الطلب واضافة الحساب بيقولوا لك انتصر علينا خلال 48 ساعة بده يجيك رصيد على حسابك البنكي مشان تفوت تأكد عملية الحساب انك انت صاحب الحساب البنكي. تمام يعني كل هالعملية طلعت ليش؟ عم يطلع خطأ ليش؟ لانه كنت عم ضيف انا رقم حسابي يوم السبت والاحد، يوم السبت والاحد هن ما بيكونوا مداومين، وهي العملية اذا بدي ساويها لازم يكونوا هن دوام مشان احسن ابعت لهم المعلومات، يعني انه انا حطيت المعلومات البنكية ببعت لهم يكونوا هن دوام، بيوصلوا دغري فورا انه في إضافة حساب انضافت، فهن بيبعتوا لي فورا رسالة بيقولوا لي إنه استنى منا ننزل لك الرصيد بحسابك، بعد ما ننزل لك الرصيد بحسابك مشان تمشي معنا خطوة بخطوة. تمام رح أحط لكم الخطوات اللي أنا مشيتها والحل كان تبعها يوميتها، شو هو الحل مشان تعرفوا. تمام بعد ما أنا فتحوا يوم الاثنين ضفت الحساب، فتت نضاف والله نظامي ما في أي مشاكل، الأمور كانت كلها بخير وكله تمام. تمام طبعا هذا الموضوع في ناس اللي يمكن انه نحن لا عنا سبت واحد عادي منضيف وبتشتغل، كل بلد عن بلد بتفرق. نحن بأوروبا هون نحن بيعطلوا عنا سبت واحد، وبنفس الوقت بأمريكا كمان بيعطلوا سبت واحد.
تمام. فهذا اللي صار معي، رح اورجيكم شو الحل باختصار عشان اذا حبيتوا تعرفوا شو هو الحل لهي المشكله وهي الرساله اللي عم تجيكم. تفرجوا يا جماعه، هي هي العمليه اللي انا كنت ما عم اقدر اوصلها وقت انا بدي اضيف الحساب البنكي. هي هي العمليه وهذا هو الايرور اللي كانوا عم يعطوه انه مشان تعمل هي الحركه. هلا شو هي الحركه؟ انا مشان ما اطول عليكم الفيديو، هي الحركه انك انت بيحطوا لك مبلغ مالي بحسابك البنكي بعد ما تضيفه، تمام، بعد ما تضيف انت الحساب البنك بيحطوا لك مبلغ مالي، لازم هذا المبلغ المالي بس يجي على حسابك البنكي تفوت انت وتحطه هون. بيبعثوا لك مثلا 10 سنت 11 سنت 12 سنت هيك لحد ال 24 سنت. الرقم اللي بيبعثوا لك اياه بحسابك البنكي بتفوت تكبس انت هون مطرح ما كنتوا شايفين، بتحط الرقم اللي بدهم اللي حبعثوا لك اياه، بعدين بتقول له تحقق هون، هو بيمشي الحال وبياخذوا الحساب وما بتعود تظهر لك هذيك الرساله اللي كانت عم تظهر لك. بس نحن ما قصد كلامنا انه الرساله اللي كانت عم تظهر هنيك مشان هي الحركه. اذا ما عملت هي الحركه حسابك ما بيتاكد. واللي حابب يعرف شو هي هي الحركه ما عنده فكره عنها، رح احط لكم انا رابط بالوصف، هذا الرابط بتفوتوا بيشرح عن طريقه اضافه طريقه دفع في جوجل ادسنس من الالف الى الياء. اللي بيحب يشوف الموضوع هذا رح احط لكم الرابط بالوصف. يلي لسه ما ضاف الحساب وما عنده فكره كيف بده يضيف الحساب، انا عامل فيديو عن اضافه الحساب البنكي بجوجل ادسنس خطوه بخطوه، تمام حبايبي. بالاضافه في مشكله ثانيه عم تظهر كمان بنفس الطريقه هاي، تمام، وبصراحه بيستغرب الواحد انه شو هي الرساله شو بدكم يعني، فكمان عامل فيديو عن هذا الموضوع وعن حل هي المشكله، كمان رح احط لكم الرابط بالوصف. يلي لا سمح الله ظهرت معه هي المشكله، الحل بتلاقوا ان شاء الله بالفيديو كمان رح احط لكم اياه بالوصف، تمام حبايبي. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون عم اقدم لكم معلومات جيده وشرح ممتاز تستفادوا منه من الشيء يلي عم بشرحه، مشان يكون عندكم فكره وعلم باي مشكله عم بتصير بادسنس او يوتيوب، تمام حبايبي. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، اتمنى ان شاء الله اكون شرحت بطريقه جيده. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.